أهلا بكم في رحلة جديدة، وهذه المرة في ولاية ساوث داكوتا الملقبة بذا مونت راشمور ستيت أو ولاية جبل راشمور، اللقب الذي يظهر على علم ولاية ساوث داكوتا كإشارة إلى النحت الجبلي الرائع الذي أنشأه جاتسون بورغلام على مدار 14 عاما. تم تدوين هذا اللقب في قوانين ولاية ساوث داكوتا، كما قد تم تسمية الولاية أيضا على اسم قبائل الهنود الحمر الأصلية. تقع ساوث داكوتا في المنطقة الشمالية الوسطى من الولايات المتحدة. تم تسمية ساوث داكوتا على اسم قبائل لاكوتا وداكوتا سول الأمريكيين الأصليين الذين يشكلون جزءاً كبيراً من سكان الولاية. انضمت ولاية ساوث داكوتا إلى الاتحاد عام 1889 بالتزامن مع نورث داكوتا. بيير هي عاصمة الولاية، سو فولز هي أكبر مدنها. تبلغ مساحة الولاية 77,116 ميلا مربع، أما عدد سكانها في عام 2022 يصل لأكثر من 909,000 نسمة. يحد ساوث داكوتا من الشمال نورث داكوتا، مينيسوتا من الشرق، أيوا من الجنوب الشرقي، نبراسكا من الجنوب. يقسم نهر ميزوري ولاية ساوث داكوتا إلى نصفين متميزين جغرافياً واجتماعياً، ليعرف سكانها باسم النهر الشرقي والنهر الغربي. يعد الجزء الشرقي من داكوتا الجنوبية موطناً لزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل، أما الجزء الغربي يعد مكاناً مناسباً لتربية المواشي. اقتصاد الولاية يعتمد بشكل أساسي على السياحة والإنفاق الدفاعي. توجد معظم محميات الأمريكيين الأصليين في ويست ريفر. تقع بلاك هيلز وهي مجموعة من الجبال المنخفضة المغطاة بأشجار الصنوبر والمقدسة لدى سو في الجزء الجنوبي الغربي من الولاية. تتمتع ولاية ساوث داكوتا بمناخ قاري معتدل مع 4 فصول وهطول أمطار، حيث يتراوح المناخ من معتدل في الشرق إلى شبه جاف في الغرب. في أواخر القرن 19 تكثف الاستيطان الأوروبي الأمريكي بعد استكشاف الذهب في بلاك هيلز وإنشاء خطوط سكك حديدية من الشرق. تسبب قدوم عمال المناجم والمستوطنين إلى المنطقة في عدد من الحروب الهندية والتي انتهت بمذبحة ووندد ني عام 1890. العديد من الديمقراطيين قد مثلوا ولاية ساوث داكوتا لفترات متعددة في مجلسي الكونغرس.
إلا أن حكومة الولاية تخضع إلى حد كبير لسيطرة الحزب الجمهوري الذي فاز مرشحه بولاية ساوت داكوتا في كل من الانتخابات الرئاسية 13 الأخيرة. سعت ولاية ساوت داكوتا مؤخراً التي كان يهيمن عليها الاقتصاد الزراعي ونمط الحياة الريفية إلى تنويع اقتصادها لجذب السكان والاحتفاظ بهم. وبالرغم من المساعي المبذولة إلا أن تاريخ ولاية ساوت داكوتا وشخصيتها الريفية لا يزالان يؤثران وبقوة على ثقافة الولاية. النقطة المحورية الرئيسية لعلم ولاية ساوت داكوتا هي نسخة من خاتم الولاية في الوسط. إذن علينا التعرف على خاتم الولاية الذي ينتصف العلم بكل رموزه. يتميز خاتم الولاية بنهر مع زورق ومزارع وماشية ومنجم وتلال. يمثل هذا التصميم التجارة والصناعة والزراعة والموارد الطبيعية التي كانت مهمة لساوت داكوتا طوال تاريخها. يوجد على الختم أيضاً عام 1889 وهو العام الذي تم فيه إنشاء ولاية ساوت داكوتا. تحيط بالختم الكبير مثلثات ذهبية تمثل أشعة الشمس وترمز إلى الطقس المشمس في الولاية. عبارة داكوتا الجنوبية وذا مونت راشمور ستيت لقب الولاية يحيط بالختم. داخل الدائرة الداخلية للختم يوجد شعار الولاية: في ظل حكم الخالق يحكم الشعب. يكون الصيف في ساوت داكوتا حارا والشتاء باردا ومثلجا وعاصفا، وعلى مدار العام تتراوح درجات الحرارة من 15 درجة فهرنهايت إلى 90 درجة فهرنهايت، ونادراً ما تكون أقل من 4 درجات تحت الصفر أو أعلى من 100 درجة فهرنهايت. هذا بالنسبة للمناخ، أما الحياة فيها حسب ما يذكر موقع موفر جانكشن وسانيلو فإن ساوت داكوتا تتميز بسوق عمل مزدهر وانخفاض تكلفة المعيشة والإسكان وانخفاض معدلات جرائم الممتلكات، مما يجعلها واحدة من أفضل الأماكن لجيل الألفية. تكلفة المعيشة في ساوت داكوتا هي الأقل مقارنة ببقية الولايات. الإسكان والبقالة والنقل أرخص من المتوسط الوطني. بالإضافة إلى ذلك، لا تفرض الولاية ضريبة دخل حكومية، وهو أمر مفيد لسكانها. كما أن معدل ضريبة المبيعات الحكومية منخفض نسبياً. أما بالنسبة لتكلفة السكن، يبلغ متوسط تكلفة المنزل أو الشقة المكونة من غرفتين نوم في عموم الولاية 794 دولار. أما أسعار المنازل في ولاية ساوت داكوتا، يبلغ فيها متوسط سعر المنزل
$167,100، حيث يمكن للمواطن أن يدفع شهرياً للرهن العقاري $793، أي ما يقارب 12% فقط من دخله لشراء المنزل. في عام 2021 ارتفع معدل التوظيف في ساوث داكوتا بنسبة 4.4% مقارنة بالعام الماضي، وفي السنوات العشر المقبلة من المتوقع أن يصل نمو الوظائف إلى 29%. يظهر هذا النمو في معدل التوظيف الوضع الاقتصادي الواعد في ساوث داكوتا نحو الأفضل. الصناعات الرئيسية الثلاث في ولاية ساوث داكوتا هي الزراعة والتعدين والطاقة والتصنيع. يبلغ متوسط الدخل السنوي في ساوث داكوتا 37,453 دولار، وقد يبدو هذا الرقم صغيراً عند مقارنته بالولايات الأخرى، لكن مع التكلفة المعقولة للمعيشة في الولاية يمكن للعديد من الناس العيش بشكل لائق مع هذا الدخل. إلى جانب تكاليف الرعاية الصحية المعقولة، من المعروف أن ولاية ساوث داكوتا تتمتع بخدمات رعاية صحية ممتازة، وهذا يعني أن العديد من المرضى راضون عن الخدمات الطبية المقدمة في ساوث داكوتا. المستوى التعليمي في الولاية جيد، حيث تتواجد فيها 22 كلية وجامعة، حيث تعد جامعة ولاية ساوث داكوتا في بروكينغز أكبر جامعة عامة في الولاية. ساوث داكوتا هي مجموعة من المعالم السياحية المعروفة عالمياً، بما في ذلك النصب التذكاري الوطني لجبل راشمور. تقدم الولاية العديد من المعالم الطبيعية والحضرية، بما في ذلك المتاحف والمنتزهات الوطنية ومواقع الحياة البرية ومراكز الترفيه، وأولها قصر الذرة. قصر الذرة المعروف باسم قصر الذرة الوحيد في العالم، وهو عبارة عن ساحة متعددة الأغراض تقع في مدينة ميتشل، فهو مبنى فريد من نوعه أذهل الزائرين لما يقرب من قرن من الزمان. المبنى مصنوع من الذرة والحبوب والأعشاب الطبيعية بألوان ودرجات مختلفة. يعد أونلي كورن بالاس مكاناً للعديد من الأحداث، بما في ذلك الحفلات الموسيقية والمعارض والأحداث الرياضية وغيرها من الأحداث المجتمعية المبهجة. يعد مهرجان قصر الذرة في كل عام أهم الأحداث الاحتفالية على مستوى المدينة، حيث يمتلئ المكان بالزائرين المتحمسين لرؤية تصميم القصر الرائع وجماله، كونه وجهة سياحية فريدة من نوعها تستقبل أكثر من 500,000 زائر. يعد ماونت راشمور ناشيونال ميموريال أحد أشهر مناطق الجذب السياحي وأكثرها زيارة في ساوث داكوتا،
لأنها مكان ينبض فيه التاريخ الأمريكي في حجر جبل راشمور. يقع النصب التذكاري على بعد حوالي 30 ميلاً من رابيد سيتي. الحديقة التذكارية الوطنية المهيبة ماونت راشمور ميموريال عبارة عن تمثال منحوت كبير الحجم، أنشأه النحات المشهور جيسن بورغليم الذي استمر بعملية النحت 14 عاماً منذ عام 1927 وحتى عام 1941 وبتكلفة قدرت بأكثر من 989,000 دولار. توفي النحات قبل انتهاء تحفته الفنية بسبعة أشهر، لكن ابنه لينكولن أكمل عمل والده. تظهر الوجوه الأربعة لرؤساء أمريكا البارزين على ارتفاع 5725 قدماً فوق مستوى سطح البحر. يمثل هؤلاء الرؤساء 150 عاماً من التاريخ الأمريكي، وهم جورج واشنطن، توماس جيفرسون، أبراهام لينكولن، وثيودور روزفلت. يزور المكان حوالي 3 ملايين سائح محلي ودولي. بصرف النظر عن التمثال الكبير لأربعة وجوه من أمريكا، هناك العديد من وسائل الراحة التي يمكن زيارتها في الموقع، بما في ذلك الممر الرئاسي وجولات جبل راشمور الصوتية الإرشادية واستوديو النحات ومركز الزوار ومتحف لينكولن بورغليم والمزيد. وسط مدينة سو فولز مليء بالأشياء التي يمكن استكشافها والأنشطة التي يمكن تجربتها، من المشهد الفني النابض بالحياة والمطاعم المحلية المذهلة إلى مسارات الدراجات ومتاجر السلع المصنعة. كما وهناك مكان في المدينة سيجعل الزائر يشعر وكأنه في اليابان. في تيراس بارك وبالقرب من المركز المائي توجد حدائق شوتو تين اليابانية، والتي يمكن العثور فيها على باغوداس وفوانيس القصب وأسماك الكوي على طول الطريق إلى بحيرة كوفيل في شارع غرينتش. ساعد مصمم الحدائق والمهندس المعماري المشهور على المستوى الوطني كويتشي كاوانا في ترميم الحدائق في ثمانينيات القرن الماضي، حيث أضاف بركة وشلالات وأكثر من 200 شجرة. يقام في المدينة أحد أكبر المهرجانات الموسيقية في الولايات المتحدة في الهواء الطلق، حيث يستقطب مهرجان لايف لايت الذي يضم أعمالاً مثل مغني الراب الأمريكي ليك راي والموسيقي مايكل سميث الذي وضع أساسيات أغاني العبادة المسيحية ومغني الهيب هوب تيداشي. أكثر من 350,000 من رواد الحفلات الموسيقية يشتركون في مهرجان الموسيقى المسيحية المجاني الذي يستمر 3 أيام خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد العمال. أقيم المهرجان في الأصل في المدينة نفسها، ومنذ ذلك الحين انتقل إلى مزرعة على بعد 30 دقيقة جنوب المدينة لاستيعاب حجم الحاضرين الهائل. لا ننسى
الممتازة أيضا الشلالات الشهيرة لنهر بيك سو بالقرب من وسط مدينة سو فولز، حيث يروي التاريخ بأن هذه الشلالات المتدفقة على ألواح ضخمة من الكوارتز الوردي كانت موقعاً شهيراً للالتقاء منذ قرون بين قبائل لاكودا وداكودا التي تصطاد البايسن وصيادي الفراء الفرنسيين. واليوم تظل فولز بارك والطريق الترفيهي المحيط بها أحد أكثر المواقع التي يرتادها سكان المدينة والزوار على حد سواء. أدى تاريخ تعدد الثقافات في ولاية ساوث داكوتا إلى تقديم مأكولات محلية رائعة مع مزيج فريد من التأثيرات الألمانية وأوروبا الشرقية والأمريكيين الأصليين. فلنبدأ أولاً من فراي بريد ومن ثم تشيزليك. الأكلة الأولى هي فراي بريد، أي الخبز المقلي، والذي سمي الخبز الرسمي لولاية ساوث داكوتا عام 2005، وهو عبارة عن عجينة مسطحة مقلية بالزيت. تم اختراعه في وقت كان السكان الأصليون في الأسر وبذلت محاولات لتجويعهم، حيث زودتهم الحكومة بالزيت والطحين والملح والسكر والخميرة والحليب المجفف، لذلك نشأ الخبز المقلي من تلك المكونات القليلة، والآن يؤكل أما بمفرده أو مع العديد من الإضافات مثل العسل أو المربى أو اللحم البقري. أما الأكلة الأخرى هي تشيزليك، وهو طبق لحم نشأ في ولاية ساوث داكوتا. تتكون الأكلة من مكعبات مقلية من اللحم البقري أو لحم الغزال. ترش مكعبات اللحم بالملح ومسحوق الثوم والبصل في وعاء، ويقلى في الزيت، ويقدم مع العيدان الخشبية أو بدونها، مع صلصة مكونة من حامض التمر الهندي، ودبس السكر، ومسحوق الفلفل. وحسب ما يقال إن أصل تشيزليك مرتبط بالمهاجرين الروس. وصلنا مشاهدينا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، وحتى يتجدد لقاؤنا نستودعكم في أمان الله وحفظه.